بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. إحنا عندنا في اللغة العربية 3 حروف علة. حروف العلة دي هي الواو والألف والياء، واو ألف ياء متجمعة في كلمة واي. طيب الفعل لو احتوى على أي حرف من الحروف دي يبقى فعل معتل. الفعل لو احتوى على أي حرف من حروف العلة اللي هم الواو والألف والياء يبقى فعل معتل. طيب إذا لم يحتوي على أي حرف من حروف العلة يبقى فعل صحيح. فعل صحيح، يبقى الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة، أما الفعل المعتل هو الفعل الذي يحتوي على أي حرف من حروف العلة اللي هم واو وألف وياء. يبقى الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة، أما الفعل المعتل هو الفعل الذي يحتوي على أي حرف من حروف العلة. يبقى أنت كده عرفت إيه هو الفعل الصحيح وإيه هو الفعل المعتل. طيب الفعل الصحيح 3 أنواع والفعل المعتل برضو 3 أنواع. طيب إيه هي أنواع الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح إما سالم أو مهموز أو مضاعف. طيب تعالى نبدأ بالمضاعف. الفعل المضاعف من اسمه هو اللي بيحتوي على حرف مضاعف، اللي بيحتوي على تضعيف. يعني مثلا الفعل شد 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 ده فيه تضعيف، الدال مضاعفة شد، يبقى ده فعل صحيح مضاعف. طيب أمال المهموز؟ الفعل الصحيح المهموز هو اللي بيحتوي على همزة، بيحتوي على همزة. من اسمه مهموز يبقى بيحتوي على همزة. يعني مثلا الفعل سألا 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 ده بيحتوي على همزة، سين وهمزة ولام، ده بيحتوي على همزة، يبقى ده فعل مهموز. يبقى الفعل المهموز هو الفعل اللي بيحتوي على همزة. طيب تالت نوع هو الفعل السالم. سالم لا يحتوي على همزة ولا تضعيف. احنا قلنا انواع الفعل الصحيح 3، مضاعف ومهموز وسالم. السالم اللي مش مهموز ولا مضاعف. يبقى الفعل الصحيح السالم هو الذي لا يحتوي على تضعيف ولا همزة. يعني مثلا الفعل شاربا 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 لا بيحتوي على همزة ولا بيحتوي على تضعيف، يبقى ده فعل صحيح سالم. يبقى الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا يحتوي على اي حرف من حروف العلة وانواعه 3، سالم ومهموز ومضاعف. سالم زي ما قلنا شرب ما فيهوش لا همزه ولا تضعيف، مهموز زي ما قلنا سأل فيه همزه، مضاعف زي ما قلنا شد فيه تضعيف. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الفعل الصحيح وايه هو الفعل المعتل وانواع الفعل الصحيح. طيب الفعل المعتل، انواع الفعل المعتل. احنا عرفنا ان الفعل المعتل هو الفعل الذي يحتوي على اي حرف من حروف العله اللي هم الواو والالف والياء. طيب نوع الفعل المعتل بيختلف على حسب مكان حرف العله في الفعل. يعني ايه برضو؟ يعني حرف العله لو في الاول يبقى الفعل المعتل ده اسمه مثال، ولو في النص يبقى الفعل المعتل اسمه اجوف، ولو في الاخر يبقى الفعل المعتل اسمه ناقص. حرف العلة لو في الأول يبقى الفعل المعتل اسمه مثال، ولو في النص يبقى الفعل المعتل اسمه أجوف، ولو في الآخر يبقى الفعل المعتل اسمه ناقص. طيب تعال نشوف أمثلة علشان نوضح أنواع الفعل المعتل. يعني مثلا الفعل وصل 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 ده فعل معتل. عرفت إزاي إن هو فعل معتل؟ في حرف علة اللي هو الواو في أول الفعل، يبقى الفعل ده معتل مثال. ليه معتل؟ علشان بيحتوي على حرف علة، وليه مثال؟ علشان حرف العلة في الأول. طيب مثال تاني، مثلا الفعل قال قال ده فعل معتل. ليه فعل معتل؟ لأنه بيحتوي على حرف العلة اللي هو الألف، قال قاف ألف لام، في ألف في النص، يبقى ده فعل معتل. طيب إيه نوع الفعل المعتل؟ نوع الفعل المعتل فعل معتل أجوف. ليه أجوف؟ علشان حرف العلة في نص الفعل. طيب مثال أخير، الفعل سعيا 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 ده فعل معتل. ليه فعل معتل؟ لأنه بيحتوي على حرف علة اللي هو الياء، سعيا سين عين ياء، الياء ده حرف علة، يبقى ده فعل معتل. طيب إيه نوع الفعل المعتل؟ نوع الفعل المعتل في سعيا فعل معتل ناقص. ليه ناقص؟ لأن حرف العلة في آخر الفعل. يبقى الفعل المعتل هو الفعل اللي بيحتوي على أي حرف علة من 3 حروف واو أو ألف أو ياء،
والفعل المعتل 3 أنواع: مثال أو أجوف أو ناقص. مثال لو حرف العلة في الأول، أجوف لو حرف العلة في النص، ناقص لو حرف العلة في الآخر. يبقى هنقارن تاني بقى بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا يحتوي على أي حرف علة. الفعل المعتل هو الفعل الذي يحتوي على أي حرف علة من حروف الثلاثة: واو، ألف، ياء. أنواع الفعل الصحيح 3: سالم، مهموز، مضاعف. السالم اللي ما فيهوش لا همزة ولا تضعيف، المهموز اللي فيه همزة، المضاعف اللي فيه تضعيف. أنواع الفعل المعتل برضو 3: مثال، أجوف، ناقص. المثال حرف العلة في الأول، أجوف حرف العلة في النص، ناقص حرف العلة في الآخر. وده كان درس النهاردة عن الفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. بتمنى الدرس يكون عجبكم. لو عجبك الدرس في زر جميل تحت كده اسمه لايك، تك عليه. ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.